على وقع الجريمة أضحت العاصمة الموريتانية تعيش يومياتها، فقد أصبحت عمليات السلب تنفذ في وضح النهار، ويضرم أصحابها النار في المنازل وفي الحدائق الواقعة بالقرب منها تحت أعين الكاميرا. ولا تختلف ليالي نواكشوط في ذلك عن أيامها، فقد واكبت مواقع التواصل الاجتماعي ما استعصى على الإعلام رصده. فنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يتحدثون عن حالات اعتداء بالأسلحة البيضاء بالجملة، وإن كانت الحكومة الموريتانية ترى في ذلك أمرا طبيعيا إذا كانت هناك أجهزة دولة تؤدي عملها. طبيعي أن تكون هناك حوادث وناس يموتون نتيجة حوادث السير ونتيجة حوادث السطو ونتيجة حوادث مختلف الحوادث، لكن اللي يعتبر انفلات أمني هو أن لا تكون هناك سلطة تتابع المجرمين حتى تقبض عليهم وتقدمهم للعدالة. وقبيل حديث الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، كانت عصابة قد نهبت أحد البنوك واعتدت على من فيه. وبعد حديثه زاد تفشي الجريمة في العاصمة، وشمل ذلك عددا من المنازل، ونال أصحابها حظهم من السلب والنهب. وإذ لم تستثني الجريمة الأحياء الشعبية، فقد نال ساكنو منطقة قلب العاصمة منها حظهم الوافر. فبينما كان عائدا من صلاة العشاء مساء العيد، كانت عصابة من 3 أشخاص تتبع خطى ملعينين للشيخ لديب حتى سلبته كل شيء، هاتفه وملابسه ونقوده، تحت تهديد السلاح الأبيض ودون أن يكون له إلى المقاومة سبيل. قضية باختصار، البارح كنت جاي من مشوار صلاة العشاء حوالي 9:30، وفي هذا الشارع اللي هو اعترضتني عصابة تتكون من 3 أشخاص وشهروا في السلاح، كانوا مسلحين، عندهم أسلحة بيضاء وخاصة زعيمهم، وطلبوا مني على أني أعطيهم دراعتي واللي عندي من الفضاء، فأعطيتها لهم لأني ما عندي سلاح باش أقاومهم. هنا كان مسرح جريمة الاعتداء على ولديب، ويقول إنه شكا إلى الشرطة وتعهدت بالتتبع، وأبلغ فرقة من الدرك غير بعيد من هنا، فقالت إنها معنية بحماية المواطنين من العمليات التي تقع أمامها وحسب. ويبقى التساؤل المطروح، من يحمي المواطنين الواقعين خارج تغطية الفرق الأمنية؟ محمد أحمد الخوية، المرابطون، نواكشوط.